بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل في الفيديو ده إن شاء الله أسئلة على القوانين اللي كانت ورا. طيب، عاوزين المسألة دي اللي فاتت كان عاوز الريزلت بتاع حاجة، ده نوع مسائل بيجي. نوع تاني يجيب لك طرفين وبينهم العلامة دي زي اللي يساوي بالظبط، عاوز اللي هو الليفت هاند سايد ده يساوي الرايت هاند سايد، فلازم نجيب ده ونجيب ده ونقول إن ده بيساوي ده. طيب، انا عندي هنا بي وكيو، يبقى 2 باور 2 ب 4، ترو ترو فولس فولس، ترو فولس ترو فولس، يبقى لازم نجيب نوت البي عشان البي عندنا، نجيب نوت البي اهو ونجيب نوت البي اور الكيو اهو. بعد كده البي اند الناتج ده اهو، عادي جدا ده مفيهوش مشكلة. بعد كده نجيب اللي هو الطرف التاني بي اند كيو اهو، هنيجي نبص لده ولده هنلاقيهم بيساووا بعض، يبقى اذا احنا كده عملنا لها بروف. طيب، واحده تانية بي وكيو، يبقى برضو 2 باور 2 اهو عادي. بعد كده نجيب نوت البي اهو وبي اور كيو اهو، ونجيب الاند بينهم، جبنا الاند، فبنجيب نوت البي اند كيو، نوت البي اند كيو كله هيبقى فولس ما عدا دي عشان ترو، هنلاقيها ان دي بيساوي دي، يبقى كده عملنا لها بروف. طيب، مثال تالت واخير، بيقول لي نوت البي اند اور كيو اور نوت البي اند كيو. طيب، عاوزين كل ده بيساوي نوت البي، عادي جدا. هنجيب بي وكيو عادي، هتبقى برضه 4 كومبينيشن، هنجيب البي اور كيو اهو، وهنجيب نوت البي اور الكيو النوت بتاعها اهو، عشان ما ينفعش نجيب النوت من غير ما نجيب العاديه الاول. طيب، بعد كده نجيب نوت البي، بعد كده نوت البي عند الكيو، ونجيب الاور ما بين دي وما بين دي. طيب، الاور اهو جبناه، سميت ده كله بواي عشان مش هقدر اكتب كل ده في كولوم واحد، لا هكتبها واي، فرضت ان هي بواي، طلعت بدي. عاوز يثبت ان دول الواي دي بتساوي نوت البي، نوت البي فين؟ اهي، فاثبتنا ان دي بتساوي دي، تمام كده؟ طيب، حلو قوي. بعد كده عندنا كان في الليكتشر اللي بعده بدأنا بيه يعني ايه بروبوزيشن، يعني ايه تاوتولوجي، يعني ايه كونتراديكشن. كل الجمل اللي عندنا، اي جمله خبريه لازم تخبر عن شيء، انا بقول لك جمله خبريه مش شرط ان تكون صح، لا ممكن تكون جمله مش صح، يعني لو صح هتبقى قيمتها بترو، ولو مش صح هتبقى قيمتها فولس، ولازم تكون عشان تكون بروبوزيشن لازم تكون جمله اخباريه، انا بخبر عن شيء، يعني ما ينفعش تكون ولا جمله استفهاميه ولا جمله امريه، تمام؟ طيب، طب هي قلنا الجملة تحتمل الصواب والخطأ، طب هي لو تحتمل الصح يبقى كلها بترو، اللي لسه قايلينها إن هي تاوتولوجي، ويبقى طبعا جملة من النوع بروبوزيشن، يعني جملة خبرية. طب لو بروبوزيشن بس مكذوبة، يعني خبر، يعني آسف كذب، هتبقى قيمتها دايما بفولس واسمها كونتراديكشن. طب عندي ثلاث حاجات، حاجة اسمها كونفرس وانفرس وكونترا بوزيتيف، إيه الفرق بين التلاتة؟ الكونفرس يعني المقلوب، يعني بي امبارس كيو الكونفرس بتاعها بي امبارس كيو، تمام؟ يبقى عكسناها اهو. طب الانفرس، الانفرس بنعمل نوت ما بنقلبش، بنعمل نوت بس، يبقى المعكوس، يبقى كيو امبارس بي الانفرس بتاعها نوت الكيو نوت البي، حلو. طب الكونترا بوزيتيف المقلوب الايجابي، يعني بنقلب وبنحط نوت، الاثنين مع بعض الكونفرس والانفرس مع بعض اسمهم كونترا بوزيتيف، يعني كيو امبارس البي هتبقى نوت البي امبارس النوت الكيو. ومديني اكزامبل اللي ده بتيجي، والله بتيجي في صح وغلط، وبتيجي في يعني يجيب لك جمله زي دي يقول لك ان دي كونفرس، ولا يعني بيجيبها لك زي ما جت في الميد تيرم كده، تمام؟ طيب، البي والكيو I am hungry I will go to restaurant، تمام؟
طيب B inverse Q هنربط الجملتين ببعض ب F then تمام؟ مش امبارس يعني اف زين يبقى هنربطها باف زين تمام. طب الكونفرس قلنا هنعمل ايه؟ هنقلب يبقى اف هنبدا بك يعني هي بي امبارس كيو اهو البي والكيو يبقى الكونفرس بتاعها كيو امبارس بي يبقى هنجيب بتاعت الريستورانت الاول اف اي ويل جو تو ريستورانت زين اي ام هانجري. طب الانفرس الانفرس هنعمل نوت يبقى هننفي الجمله بس بنفس الترتيب يبقى if I am not hungry then I want to go to restaurant تمام. طب الكونترا بوزيتيف هنعكس وننفي عكسنا اهو ونفينا تمام كده. طيب ده كده الفرق بين الكونفرس والانفرس والكونترا ايه بوزيتيف. طيب عندنا حاجه اسمها الفاليد والانفاليد اهو الفاليد arguments ماشي امتى نقول على جملة ان هي valid ماشي هنقول امتى نقول عليه valid. valid يعني لما هتكون كلها بتrue يعني جملة يعني result tautology يعني هنيجي نشوف عندنا b و q البي عند q اهو والبي اهي. طب ال B and Q امبارس ال B كله هيبقى بترو اهو عشان ما فيش حاجة ترو بقت فولس كله هيبقى بترو يبقى اذا الستيتمنت اللي هو قالها لي دي valid علشان الكل الناتج توتولوجي. طيب بيجيبها لي ازاي كده اهو دي كنا بنفهم بيها لكن طبعا ما بيجيبهاش كده بيجيبها كده يقول لك بروف ان ده امبارس البي ار تمام. طيب هنجيب هيقول لك هلك طبعا بروف القيمه دي از فاليد ماشي هيجيب لك كلمه از فاليد في الاخر. طيب يبقى بي وكيو ار يبقى 2 باور 3 ب 8 8 كومبينيشن اهو 4 ترو 4 فولس 2 2 1 1 تمام. طيب بعد كده ال B embarrass Q هنشوف بقى نمشي خطوة خطوة. بص true بقت false تبقى false true بقت false تبقى false والباقي بtrue ماشي و Q embarrass ال R Q embarrass ال R نشوف ال true بقت false اهي يبقى false وهنا بfalse والباقي بtrue. طيب ال AND بتاع دول نشوف ال true true وهو وهو والباقي كله فولس. طيب بي امبارس الار اهي واهي ترو بقت فولس اهو فولس ترو بقت فولس فولس والباقي بترو. طب الزد اللي هو ده وده مع بعض ترو ترو فولس 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 كله بترو يبقى اذا ده ستيتمنت از فاليد امبليسيشن تمام. يبقى اذا الستيتمنت دي از فاليد ايه امبليكيشن تمام. طيب مثال تاني اهو عاوز يثبت نفس الكلام اهو يبقى البي والكيو بي امبارس كيو اهو الوحيده دي اللي هتبقى فولس. طب بي امبارس كيو اند كيو يبقى نعمل اند دول مع بعض يبقى الناتج بتاعهم اهو والبي اهي والامبارس بتاعهم يبقى كله بترو ما عدا دي يبقى دي is not valid implication يبقى ده اول نوع. في بقى الفاليد ارجيومنت هنقولها في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.